خالد محمد خالد بلامبرون كرانا انكش سكوت. بسبي ابو نيوز، ازيكم مع اصحابي؟ النهارده هنعمل كيكه البسبوسه بالبرتقال، وعشان انتوا وحشتوني جدا. يلا نبدا. رحيم يلا اصحابي نبدا. المقادير اللي هي ربع كوبايه زيت، وكوبايه ونص كوبايه سكر، واتنين دقيق سميد، وعصير برتقال، وبيضة، وبنكن باودر، وفانيليا، ومشط برتقال، وخل. نبدأ في خلط المكونات. يلا نعملها. البيض بيضة واحدة، وزيت، وسكر، وعصير برتقال، وخل، وبشرة برتقال، وفانيليا، معلقة كبيرة من البيكنج باودر، ودقيق سمير، وآخر حاجة نص كوباية دقيق. هي بقى جاهزة معانا، المهم ما نخلطش كتير. هي بقى معايا جاهزة، هنحطها في ورق الكب كيك ونحطها في الفرن. هي دلوقتي بقت جاهزة، هتدخلها الفرن لمدة ربع ساعة، فرن ساخن، بعدين نطلع ونشوفها ونسقيها بالشوربات. بحبكم جدا يا أصحابي. طلعت من الفرن، هنسقيها بالشوربات دلوقتي. ومكوناته ربع 2 كوباية سكر، ونص كوباية وواحد ونص كوباية مية، ومعلقة كبيرة عصير ليمون. هنسقيها. كده أتمنى لكم يا أصحابي إنكم تدوقوها، عشان هي حلوة جدا. ومع السلامة. لا، جربوها.